السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار طائر. مسار طائر كما كيعرف الجميع دابا من بعد جوج الحلقات أنه يعني كنعاود قصة داك الطائر اللي دا واحد البصمة ديالو في الساحل الولاعية المغربية. فاليوم غادي نعاود لكم على واحد الطويه وداني، ملي كنهضروا على الوداني اوتوماتيكمون التفكير ديالنا كيمشي لمراكش، وفعلا هاد الطير ديال الوداني ولكن هو اللي خلاني نهضر عليه انه من طرف بعدا واحد السيد هو اللي وصاني وقال لي ودي خصك هاد الطويه في واحد القصه غريبه اللي هو علي ودرني هو اللي هضر لي على الطويه، وفعلا عطاني التليفون ديال مولاه واتصلت به اللي هو السي عبد اللطيف السماعي. والسي عبد اللطيف السماعي مولوع المبتدئ فيما يخص تغيير الوداني، فاتصلت به وقلت له الله يخليك هادشي، وعطاني الاذن وقال لي يا مرحبا وبدا كيعاود لي عليه. فهو قال لي ودي انا لاول مره غادي نمشي باش نبدا هادشي ديال التغيير او الحسون او نجيب مقنين، قال لي خرجت للسوق لواحد السوق سميتو سوق ربيع في 2011، فاذا به يتصادف سبحان الله يتصادف بواحد السي واحد الاخ سميتو طلال حاط داك الكفيس في واحد الطين مصاصي محمر مصاصي ناضي بخير وعلى خير، تفاهموا وياه الثمن. قال ليه 120 درهم، فتفاهموا على 120 درهم. قال لك هزيت الطوير ديالي ديتو، اول ما دار دا عند واحد السيد كيصايب الكفوزه سميتو السي عبد الكبير، ملي دا تما باش يشوفوا ليه واش كون نتوما ولا كما بغيت، فعلا لقاه عيان شويه ولكن قال لي كي تهلا فيه غادي يطلع مزيان، اش تعطيه اش تعطيه. فعلا سي عبد اللطيف عنده محل في السماين، بطبيعه الحال المحل ديال السماين عامر ازدحام وعامر صداع وعامر مسائل، فكل ساعه قال لك ديتو كنخرجو كيحل المحل ديالو كيعلقو فرحان به بخير وعلى خير، ولا مقابل معاه هو صافي هادشي اللي كاين. قال لي سي عبد اللطيف، قلت له هادشي كاين عبد اللطيف، بقيت كنضحك معاه. قال لي وليت مقابل معاه هو، فهو قال لك هو يفكر انه خصو يحفظو، مشى عند السي كوباريا لان السي كوباريا جاو في سماين او في الحي ديالو. سي كوباريا ماشي من العاكزين، عطاه واحد لاكاسيت ولا ما عطلاك ليه ولا شي حاجه، شدها حتى هو جا خدمها لي في التليفون خدمات. سي عبد اللطيف ما عارفش هو واش خصو يكون صغير ولا لصق الزيبه ولا محمر ولا، المهم هو ما على بالوش كما كيقولوا المغربيين. فخداه حتى كيعطيه ديك لاكاسيت، ولكن الغريب في الامر ان سي عبد اللطيف سماين على حسب ما قال ان هذاك كان شويه كيعرف شويه في داك الشيء ديال الانترنت، فكل ساعه كيعزبوا شي خرج كيهزوا كيحطوا في ديك لاكلي. قال لي كل ساعه اللي شقات ليا كنحطها، ما عارف كاع فين حطها انا ما عارفش. قال لي مع واحد لو طون واحد لو سيغتان طون طي كيحطوا في السده كيكون جالس تحت كيبدا يسمع، قال لك الكلام ديال ديك لاكاسيت كيقولوا الطير. قال لك وانا ما فاهم والو الا حاجه واحده، ان ما في الشريط سمعته في الطائر ديالي، هادشي اللي عرفت. قال لك عيط واحد الدري سميتو رضا، هاد السيدة هو اول واحد يعني شرح ليه شويه وبدا كيشجل ليه داك الطوير ديالو. من بعد جا عنده اتصل بالسي عبد الوهاب الحكام ديالنا ديال الودانيه كنسلموا عليه، جا السي عبد الوهاب تصنت لذاك الطائر. قال ليه ما شاء الله الطائر راه جاي تابع لاكاسيت، ولكن السي عبد الوهاب ملي كيسمع ديك لاكاسيت ما هو فاهم. قال لك والله سيدي قال لك والله ما نديها فابور سبحان الله. وتا السي عبد اللطيف سماين قال لي والله نعطيها لك فابور ما تاخذها، اللوحه في الله وما تاخذهاش. ولكن من بعد ما الطائر وقف وخرج الكلام وغادي يمشي يشارك به في واحد اول كونكور سيدي يوسف بن علي واقيلا، فتم ظهر داك الطائر، غادي يظهر الظاهره الجديده في مدينه مراكش او على الصعيد الوطني على حسب ما قالوا. فالسي عبد اللطيف تشهر، ها قال لي بحق لك والله الدب علي الا داك الطويه وليت معروف مراكش. قال لك داك الطويه سبحان الله المالي على كبار داخو فيه تقريبا، هز دوك المراكد كاملين لان السيد كيخلط ليه لاكاسيس هز كلشي. وهي هذيك بداو الناس بدا القيل والقال،
وحدين كيقولوا لا ما حافظش عنده، وحدين كيقولوا لا شاريه، ولا وحدين كيقول ما مولوع ما والو كما العاده راكم عارفين. لا والله ما حافظه. لا المهم بدات سميت سعد الطيف بانت نيجاتيفمون بوزيتيفمون. ولكن واحد السيد سميتو السي حسن. السي حسن تلاقى مع السي عبد الكبير السي عبد الطيف، قال لي شوف اخويا حسن، شوف اخويا عبد الطيف، انا ناكد لك ان داك الطويه حافظه، حفظ عندك، لان ما عمرنا طلال خدم معاه لاكاسيت. وتا في طلال اعترف بهذه القضيه، قال لي الله يسخى لك داك الطائر، راه ما عمري عطيته بت كما كنقولوا حنا في كازا. اذا سبحان الله، الا بغى الا عطاك الواطي لا تواطي، كلشي ابتسام الله. فاسي عبد اللطيف بدا كيتعرف، بدا كيشارك في كونكورات، ما كاين عا كونكور حدا كونكور، سبحان الله العظيم. والطائر غادي والغايب في الامر، كما عاود ليا واحد السي بوخيس حتى هو اللي عاود ليا، قال لي ولا السي عبد اللطيف عا غادي وكيدور بالموطور، عا غادي وكيدور بالموطور بداك الطويه، فين جاي غادي جاي غادي، هنا دي عند المولوع ديال ونسى خدمته مسخوط والدي، ونسى محرقه وتبقى كيحل. والناس كيقولوا يهديك الله صاحبي، عبد اللطيف صمايم كيقول لي ولا عندي داك الطويه بحال واحد من بين ولادي اموت عليه، سبحان الله. فواحد المساله وقعت ليه عند واحد النهار، علقوا ومشى للطا يتغدى. ها انتوما واش هو دابا هذا؟ هو دابا هذا السي عبد اللطيف اش دار؟ مشى يتغدى، قال حتى وصلت الدار هو يتفكر، خلى القفز خلى الطويه معلق على برا، ارجع كيجري الموطور، عيط لسعد الودود، لا ربي رجع كيجري بالموطور، وصل الموطور لقى القفز باقي كاين، طلع فوق الموطور باش يجبد القفز، طاح هو والموطور والقفز. تلفا والحب ديال داك الطائر ديال سي عبد الطيف غيتسطى عليه. سماين يا سماين، تقوم ليه الفخ، عيط لسعد الودود قال لي اش كاين اش كاين، قال لي اودي اش غدي ليه اش غدي ليه، بقى مقاد معاه. الطويه بغا ما شاء الله، جابوا للمحل خربق لي عاوتاني شويه في الكاسيطه، زادوا شويه تويشيات، هز عاوتاني داكشي اللي عطى الله. سي عبد الودود جا تصنت له الطويه، سي بوخيس كيتصنتو الطويه، الناس ديال الموالع ديال سي كوباريه ما شاء الله. حتى السي اعجنا كان المولوع الكبير ديالنا ديال مراكش قال ليه، كيقول ليه واحد جمله، هاد الطائر ليس له مثال. وبقى داك الطويه دار السميه ديال سي عبد اللطيف في مراكش. سي عبد اللطيف في مراكش ما بقاش كينعس، سي عبد اللطيف في مراكش ما بقاش كيعرف شنو هي الخدمه، سي عبد اللطيف في مراكش ولا كيدور كيقول لهم هذاك الطائي ديالي، هذاك الطائي ديالي، وكيمشي كيقول انا هو مول الطائي ديال الطائي سماين، انا هو مول كاس داك الطائي داك الاسطوره، انا هو اللي ديت كونكور. يعني الناس كيقولوا له يهديك الله سي، ويهديك الله سي عبد اللطيف سير خدمتك، وسي عبد اللطيف وسير خدمتك، والو سي عبد اللطيف والو. اذا هنايا سبحان الله بدا كي سي عبد الودود بدا كيسجل ليه الكلام ديالو ولا فيديو ديالو. فهنا بدا الفخ دار واحد الارشيف ديالو واللي غنستعن به دابا. فداك الطائر شارك في واحد الكونكور ديال الخنيفه، من بعد سمعوا واحد المولوع كبير ما عرفت سميتو، نسيت على سميتو، وهذه قالها لي السي عبد الودود فمو، قال لي حتى السي بوخيس اللي عطاوني بعض المعلومات ولو نسيتهم. فقال لي داك الطائر تعطات فيه 3.5 مليون او على امازون 2.5 مليون، ما بقيتش عاقل، ولكن هذا هو المبلغ اللي كاين بين جوج وثلاثه. فقالوا هاد السي عبد اللطيف، السي عبد اللطيف كيتردد، الحب ديال داك الطائر كيتردد، وخاصو الفلوس بيني وبينكم، خاصو الفلوس، هذاك الحب ديال داك الطائر مسطي مسخوط. وعاد السي عبد الوديد كيقول لي تابيع على كل حال، قال لي عاد صمت لي شويه شارك بيه في كوكو الجاي ونبيع. ايوا شارك بيه داك الكوكو الجاي، وقع ما وقع، تخيلوا اش وقع، تخيلوا اش وقع. سي عبد اللطيف شاف طويه ديالو عيان شويه، لو ستريس ديال الطونسبور، حل ليه واحد الكريه في الطار، شاف ديك الكريه قال استراح مع راسك، مشى يشرب شي كاس ديال اتاي، رجع هو يلقى طائر بح، باي باي سي عبد اللطيف، باي باي 3 المليون او 2 المليون. تصدم، قام صمر، قال لك في الكريه، قام صمر،
ما عيط على سي عبد الودود وقال لي الطايم مشى سي عبد الودود. قال لي والله ما ثقت بيه في الاول، كان سحب باعه بثلاثه ولا باعه بجوج. كيقول لي والله تقع الحكايه وما فيها، والسي بوخيس هو عيط السي بوخيس وهذاك الطائر داف مختافون، داف مختافون ديال الطيور، جميع الموالي على اللي سمع شي طيب شي طبيعه، ها هو الطير ديالك هنا، ها هو الطير ديالك هنا، ها هو فهاد الشجره. فكرني برنامج المختافون، حتى ان واحد الاخ ديال 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 السي بوخيس قال لي اسمع شوف واحد الشجره في بلاصه فلان فلاني في ماشي الحمريه، ماشي الحمريه، ما عرفتش ديك البلاصه اللي قال لي. وتصور سي عبد اللطيف عارفين ما قالوا ليه مسكين، كيتم هز ام بي 3 والطومبو وتم غادي. شوف الحب ديالو لهذا الطائر، فبقى كيدور على ذاك الطائر وحزن على سي عبد اللطيف سماي، ولا عنده الجو ماشي هو هذاك، ولا شويه يعني ولا كيهتهت به، ولا عارفين ما يدور، عارفين اللي شافو يقول لي خويا واقيلا سمعتو هنايا ومشي جري مسكين. الى ان لا حتى استسلم، تهضروا مع الدراري الاخوان ديالو قالوا لي شوف هذاك الطائر مشى صافي دا بلاصتو، مشى اخويا الله يعاونو، فغطي فيه ما كاين مشكل. والسي عبد اللطيف من هذاك النهار ما بقاش داير الولاعه. اذا الاخوان هذه هي قصه الطوير اللي غادي تسمعوا دابا في هذا الفيديو اللي غنحط مع لا فيديو ديالي، وشكرا لكم. الى الحلقه المقبله ان شاء الله مع طائر اخر الى بغى الله سبحانه وتعالى، واللي عنده شي طوير غزال سواء في المغرب مسجلو مزيان يعطيني قصته وانا معاه، ماشي للبيع ماشي لشي حاجه، انا غير كنارشيفي المنتوج المغربي للجيل القادم ان شاء الله. والسلام عليكم.